أزمة مستمرة تعيشها المحافظات المنكوبة في العراق، ولا سيما نينوى التي تعاني من انتهاكات الميليشيات عبر هدم المنازل والاستيلاء على الأراضي. وما يحدث في حي الزنجيل في المحافظة دليل وشاهد على ذلك. تحديد هاي بيوتنا تفلشت بالتحديد، بيوتنا شارب ماكو تعويض، ما عوضنا كل شيء، ما عندنا بيوت، عوائلنا بالشارع. احنا عراقيين، انا بالي بال 54، المحافظ ما خلقه للدنيا، هذا محافظنا ما خلقه للدنيا، ولا القي مقام ولا المسؤول اللي مخلقه للدنيا، انا بالي بال 54 ساكن هنا. زين على اساس هم يعني فلشوا بيتنا، ليش؟ شنو السبب؟ بحجة الاستثمار خرجت بلدية الموصل وقامت بهدم أكثر من 20 منزلاً على رؤوس أصحابها بمساعدة متنفذين من الميليشيات الموجودة في نينوى، بعد استحصال مشروع من قبل بعض الأحزاب والكتل السياسية بهدم هذه البيوت، ما خلف قصصاً إنسانية مؤلمة. جازوا يعلمني وين اروح وين اروح وين اروح وين اروح انا والمعوقين وين اروح، الله لا يوفقهم ان شاء الله. يا بعدها اربع معوقين والله وما عندها احد، وقاعده جت قعدت هنا على اساس البيت ما عليه تفليش من الثمانينات، هذا شغله التبليغ من الثمانينات. هسه عين البارحه طلعت على المقاول تقول له، يقول ماكو مشكلتك هاي بيدش الى باكر الصبح، يا نجي نفلش البيت عليك يا تطلعين. احسبوا حساب انه هاي الناس الفقراء وين تروح؟ والله العظيم اكو عالم طلعوهم بال 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 بالسحل. عالم ما عدا ميته من جوعها، عالم قوت يومها ما مدبرتو، وين توجه؟ غير تشتكي الى الله ثم الى المسؤول؟ زين اذا نروح على المسؤول وما نقدر نواجه المسؤول، ما نقدر نوصل فكره للمسؤول، شنو الغايه؟ ما يحدث في محافظة نينوى حلقة من مسلسل طويل من انتهاكات الميليشيات في المحافظات المنكوبة. وسط السياء الشعبي من قبل سكان هذه المحافظات من صمت الحكومات المتعاقبة وعدم اكتراثها لأزمتهم الإنسانية وتركهم لمصير مجهول.